السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، اتمنى تكونوا بخير وعلى خير. والله الفيديو هذا احنا هنا شوف هاد الناس هادو عندهم واحد الحنش مبرزط لهم الراس ديالهم، كل نهار ياكل يوم شي حاجه. واليوم شوف شنو قالوا ليه، جابوا ليه قنفود كل يوم وحطوه ليه وداروا ليه كرياج دوروا عليه وحطوا ليه قنفود. خلا برا حط له اكل، بس اهم شيء حط له اكل قنفد، حط له اكل صراحه. هذه راه مزيانه الناس اللي عندهم حناش وبان يعرفوا كيفاش يتخلصوا منهم. هذه الطريقه الوحيده اللي تقدروا ديروها. طلعوا خلينا نروح عشان حفل، حط لي قنفود وغادي يخليوه القنفود حتى الغد ان شاء الله. غادي يجيو يشوفوا يحفروا لك شي. المهم باش ما نحرقش لهم، ما نحرقش لكم المراحل، نخليكم نتوما تفرجوا في الفيديو. كيف من السياره صراحة العقل باش شاري شي حاجة واعرة. شوف كيفاش غيديرو ليه، غيجيو غيخلي غيلقاو فرتك. شوية حفر عشان المقطع ما يصلك بيه. سم بالله سم بالله سم بالله. واحد فيصل واحد واحد واحد. صراحة الفكرة فكرة ممتازة، في الناس اللي عندهم حناش يشريو قنفود. ما الطريقة طويلة لا 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 لا. قنفود راه مزيان. وما تنساوش تصلوا على النبي يا اخوان، كان عليهم يقول لك الاول دابا جات الوسط. المهم صلوا على النبي خلاص. ها مشى لكم ما في شيء. سبحان الله. لا حنا انتبه انتبه. شو الطريقه باش غادي يشوفوا شو. مهم الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تابوناو عندنا. تحياتي لكم، الله يسهل عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.